الاجتماع اللي موجود حاليا بمركز المناهج التعليمية يضم الخبراء والمختصين في مركز المناهج التعليمية بمدينة البيضاء ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بمدينة طرابلس. رأينا في هذا العام أن تكون فيه مبادرة قبل بداية العام الدراسي، يلتقي المختصين ليضعوا برنامج لبداية عام دراسي جديد. العام الدراسي يتطلب إعداد خطة دراسية وإعداد مقررات دراسية وإعداد أيضا جدول يتضمن بدء الدراسة ونهايتها، يتضمن العطلات التي تتخلل السنة الدراسية، يتضمن الامتحانات، يتضمن عطلة المعلمين في نهاية السنة. في السابق أو في السنوات الماضية لم يكن هناك برنامج موحد داخل ليبيا، أصبحنا نتكلم عن منطقة شرقية ومنطقة غربية ومنطقة جنوبية، وهذا ما تلاحظونه في وسائل الإعلام المتعددة، وأصبح هذا ينعكس على العملية التعليمية. العام الدراسي على سبيل المثال في البيضاء يبدأ في تاريخ، المنطقة الشرقية بالكامل يبدأ في تاريخ، والمنطقة الغربية يبدأ بتاريخ، الامتحانات كذلك. رأينا أن هذا الأمانة خلل يصيب التعليم، ونحن كمختصين في التعليم رأينا من جانب وطني أن نبتعد عن الأمور السياسية وأن نعمل على توحيد على الأقل العملية التعليمية. ربما يكون توحيد العملية التعليمية هذا مبادرة إلى توحيد أمورنا السياسية داخل البلاد، ونأمل أن نوفق في هذا البرنامج. الاجتماعات بدأت يوم الأمس ومستمرة إلى هذا اليوم وستنتهي يوم الغد. يا زياد هم كل عمال.